تبارك بالقرشي كيطالبوا بتسوية الوضع ديال الأرضية ديالهم. ظاهر محمد الخامس 58 عام رحمه الله، والحسن الثاني رحمه الله، ومحمد السادس نصره الله، وقال لهم باش هاد الناس يسويوا الوضعية ديالهم الأراضي ديالنا، باش يسويوا الأراضي ديالنا. وهاد الناس راه حنا 8 سنين 9 سنين وحنا تابعينهم، كنمشيو معاهم كنديروا اجتماع في العمالة، داروا معنا قال لنا غتحيدوا هاد الشيء وترجعوا للور وغنعطيوكم وراكم. دابا مني بدينا كنرجعوا للور جابوا السلطات، ها هي السلطات المحلية، وجاو راه ضربوا فينا واحد، ها هو طايح كما كتشوفوا. ها ولدي طايح غادي يموت. وحنا كنطالبوا من سيدنا الله ينصرو يشوف لنا حل مع هاد الناس. هاد الناس راهم تعدوا علينا 9 سنين باش شاد لنا الوراق ديالنا، الظاهر ديالنا والاملاك مخزانية. الخلاصة ديالها قال لك غديروا لي كيوسك، درنا لي كيوسك، دفعنا جبل بلان، دفعناه في العمالة، مني دفعناه جمعوا داك الشيء عندهم ما تلافش دوا معنا، مني جاو قال لك رجع اللور غندوز الطريق. مني داز دابا غادا الطريق كاين اللي باقي هما كتشوف فيهم كما كتشوف، خليه يصور راهم باقين على الطريق. جاو لينا حبسونا قال لك ما تبنيش، وحنا كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو، نطلبوا من سيدنا الله ينصرو يسوي لنا الوضعيه ديالنا. حتى حنا باغين نقادو مع الجامع، باغينا البلاد حتى هي خصها شي حاجه مزيانه، حتى حنا ما باغينش هذا الشيء. هاد الناس من عندهم يرخصوا لينا حتى حنا موجودين، كل شيء كيدوز جمعيه بلاك حتى حاجه ما كاينه.